خمس ده سنين. الملاحظات الاساسيه طيب اللي عندي. ملاحظات حضرتك، انا حضرتك هسمع اخر حاجه منك وهختم بالدكتور جمال. انا عندي ملحوظتين، يعني هختار اهم ملحوظتين من وجهه نظري. الملحوظه الاولى الماده 93 اللي هي عدلت فكره الفصل في طعون صحه العضويه وجعلتها للقضاء بدلا من مجلس الشعب. تمام. النص بيقول هنا ان بتختص المحكمه الدستوريه العليا بالفصل في صحه الطعون، وتفصل في هذه الطعون في خلال 90 يوم. طيب احنا عارفين ان احنا عندنا يعني 508 عضو في مجلس الشورى في مجلس الشعب، وعندنا 186 عضو في مجلس الشورى، عندنا اعضاء كتير جدا. لو تصورنا ان هيتقدم مثلا 500 طعن على المحكمة الدستورية، ده عبء ما عدد المحكمة الدستورية جداً. عددها قليل مع جدا عدد المحدود. مع عدد محدود الأعضاء، يعني أعضاء المحكمة كما هو معروف 16 عضو فقط، ده غير طب إحنا لدينا محكمة النقد لديها خبرة وميراث وأعداد قضائي أكبر كبير جدا، ومبادئ وضعتها وأرستها حينما كانت تفصل في صحة العضوية من خلال التقرير التي كانت ترسل لمجلس الشعب وتهدر. فلماذا لا يكون الاختصاص لمحكمة النقد حتى تتفرغ المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القوانين واللوائح؟ الملحوظة الثانية والأخيرة إن أنا عندي إشكالية خطيرة جدا فيما يتعلق بالدستور الجديد. فننتقل بقى للدستور الجديد على فرض إن إحنا خلاص يعني قبلت هذه التعديلات وعايزين نضع دستور جديد. النص بيقول إن اللجنة الخاصة بوضع الدستور هينتخبها البرلمان. ما قاليش النص هينتخب الأعضاء اللي هم أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان ولا من خارج البرلمان وبأي نسبة؟ هذا كلام غير محدد. طيب الإشكالية الأخطر إنه هذه اللجنة ستعمل لمدة 6 أشهر لوضع مشروع للدستور، ويعرض على الاستفتاء في خلال 15 يوم. هل يعقل أن يتم مثلا يعني احنا الدستور الحالي 211 مادة، انا هفترض ان انا هختصر المواد دي الى 150 مادة. تمام. يبقى اذا بمعدل 10 مواد على رجل الشارع ان يفهم سلبيتها وايجابيتها ويذهب الى الاستفتاء لكي يدلي بصوته. هذه مدة غاية في القصر، ولن تجعل الشعب على بينة من امره حينما يذهب الى صناديق الانتخابات، ونحن نريد لاول مرة في مصر ان يشارك الشعب في مرحلتين، في مرحلة صياغة شروط العقد الاجتماعي، لأن الدستور ده هذا عقد اجتماعي، وفي اعتماد هذه الشروط من خلال الاستفتاء. وأنا لا أعتقد أن مدة 15 يوم كافية للمشاركة في صياغة نصوص وبنود العقد الاجتماعي. تمام، بشكرك يا دكتور. قولا أخيرا. حاجة الأخيرة، أنا المادة 88 رجعت لأصلها تاني بالإشراف القضائي الكامل. تمام. على العملية الانتخابية، ولكن هذا يعوزها أولا ابتعاد الامن ده تماما خالص، لان هو ساهم في تزوير انتخابات اخر انتخابات بشكل فاجر وفاضح جدا، وتم اسقاطنا عمدا. طب خلينا نتجاوز ده علشان ده كان نتيجه النظام فاسد كله، عشان كده سقطوا كلهم. الماده 88 فيها اشكاليه في العمليه، ان احنا بنواجه فكره الجداول الانتخابيه دي. الجداول الانتخابيه دي لازم تتنسف نسفا، ويبقى مش الانتخاب بالرقم القومي، ان انا اظهر الرقم القومي عند الانتخاب، لا، دي في منظومه، في دراسات، وعملنا دراسه، وانا ليا دراسه في الموضوع من زمان، بس ما كانش في اراده سياسيه. دلوقتي لازم الجداول الانتخابيه تتعمل من جديد وفقا للرقم القومي، الاختيار اللي انت اخترته في استماره الرقم القومي واحد من اربع اختيارات، يا اما العائله، يا اما الاقامه، يا اما العمل، يا اما المولد. مكان لك في مصلحه مشروعه. نعم، مكان لك فيه مصلحه مشروعه. يعني مصلحه مشروعه مع العمل. يبقى اربع حاجات. يبقى اذا انت اوريدي انت اشرت على واحده من دول عند استخراج الرقم القومي. دلوقتي حوالي 98-99 من مواطنين مصر معاهم رقم قومي. يبقى انت تطلعها في اسبوع جداول انتخابيه جديده وفقا للايه، وفقا للخريطه الانتخابيه. يبقى الدايره بتاعتي معروفه. انا لما اجي ادلي برقم القومي ادلي في اي لجنه، دايره تستلزم ايه؟ استلزم ان في جهاز في داخل كل لجنه هيتعمل عليه الرقم القومي كده، عشان ما يروحش يدلي بصوته مرتين. وفي اي لجنه في نفس الدايره هيلاقي رقمه موجود، جهاز او على الكمبيوتر شبكه واحده. مفيش خالص. احنا عايزين المواطن المصري يشعر بسعاده وهو رايح يدلي بصوته، يحس بذاته، عشان دي قيمه المشاركه الحقيقيه. مش رايح لاقي قنابل دخان ورايح ده بلطجيه ورايح فلوس ورايح تجاوزات رهيبه جدا في العمليه الانتخابيه، تخلي حتى الناس الكويسين بيبعدوا.
دي مادة مهمة جدا. المادة الثانية اللي هي متعلقة بالنائب، يعني الطرح بتاع فكرة نائب رئيس الجمهورية ده طرح برضو في إطار إعادة إنتاج الرئيس المستبد، لأنه يختار نائبه ويختار نائبه أن يغيره. احنا عندنا نظامين، يا إما الرئيس ونائبه ينتخبا معا وهو يحل محله في حالة غيابه أو مرضه أو وفاته، يا إما أن احنا نخلي رئيس بس، لأنه هو رئيس في الحالة دي سيادي ممكن يتم له انتخاب مكمل في أي وقت، مش مشكلة أو حد يحم. يعني أقصد أقول عايزين نحول النظام إلى نظام برلماني، ده مستقر، ده اللي حينهض بالبلد. إما أن يكون النائب معه في الانتخابات، وإما أن لا يكون، أو أنه هو لوحده، لأنه مش محتاجين نائب في الحالة دي. لكن هنا التعديل برضو ثقافة اللجنة. طب فكرة أن يطرح نائبا على مجلس الشعب بموافقة مجلس الشعب أو الاختيار؟ لا 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 لا, 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 لا أنا مش عايز نائب خالص، أنت منتخب، يا منتخب يا مفيش نائب. ليه؟ لأنه برضو هيجيب لي واحد بمعرفته، فده طبعا أنا مش إيه، مش دول الملاحظتين الأساسيتين. أنا طبعا في المجمل العام الأفكار المطروحة دي محل احترامنا وتقديرنا، وفكرة التعديلات الدستورية المطروحة زي ما قال الدكتور هتاخد وقت، إيه 15 يوم دي محتاجة إن أنت تعملها، عشان كده إحنا مش عايزين نستعجل. ما دام عندنا الفرصه والزخم الشعبي المؤيد لهذه الفرصه كبير، عايز اقول ان ابناء الشباب، ابنائنا الشباب واصدقائنا من ثوره 25 يناير لا زالوا مصرين على اعداد دستور جديد للبلاد، مش زي ما حضرتك. لا انا بقول لك اللي انا شايفه اللافتات والجمعه واللي لا معلش لا تعديل دستور، انا موجود في الميدان على طول، انا لم اترك الميدان يوم واحد، ها، وسامعهم وبتخاطب معاهم، وليه كان ليه خطاب يومي وكل حاجه، بدل خطاب 3 و4. ده من المطالب المستمره حتى مستمره، ثلاث مطالب اساسيه: مجلس رئاسي وحكومه مستقله فنيه تدير البلاد لغايه، والحاجه الثالثه اعداد دستور جديد للبلاد. بشكرك جدا يا دكتور جمال، بشكرك يا دكتور فتحي نورتونا، بشكركم، سهرناكم، تصبحوا على خير، بكره هكون معاكم في حلقه جديده ان شاء الله.